ازيكم؟ مبسوطة قوي ان انا معاكم النهاردة في المكان دوت. يعني حاجة شرف عظيم. الموضوع النهاردة بتاع لئن شكرتم لأزيدنكم، بس قبل ما ندخل فيها عايزة نرجع خطوة لورا، خطوة عند خلق ربنا لسيدنا آدم عليه السلام يوم ما خلقه ونفخ من روحه. ففي روح ربنا جزء منها عندنا، ومن أهم صفات ربنا الخلق طبعا. ففي جزء من ده جوانا، جزء صغير على قدنا يعني، وهو ده اللي البني آدم مثلا بنتخيل اللي عاوز عمل الطيارة واللي عمل الإنترنت واللي عمل التلفزيون واللي عمل الراديو واللي عمل العربية. كل دي حاجات اتصورناها ثم عملناها، بس في النص حتة مهمة أوي بقى. لما البني آدم بيتصور حاجة أو بيتخيل حاجة وهو حبيبها، بيجيله شعور اللي هو السعادة أو الإكسايتمنت دوت. الشعور ده هو اللي بيخليه يتصرف تصرفات بشكل معين. فأنا لما أجي أشكر ربنا على نعمة، ما ينفعش أقول الحمد لله وخلاص، الحمد لله على كل حاجة، ما ينفعش. لازم أجيب الحاجة، أعدد النعم وأتخيلها قوي. ليه؟ لأني لما بعمل كده بحط نفسي في الحالة الشعورية اللي منها ببتدي أتصرف تصرفات نتائجها بتكون نعم جديدة. فالموضوع إنتاج مشترك، إحنا وربنا مع بعض. أنت عندك جزء صغير من الروح بتاعت ربنا اللي هي فيها الخلق، الروح دي عشان تتحرك وتبتدي تتصرف تصرفات تزود النعم، لازم أبقى عندي الإكسايتمنت. الإكسايتمنت ده ما يجيش لما أشكر ربنا بعقلي وبلساني، لازم الشكر يحصل بالقلب. يحصل إزاي؟ لما أفتكر وعدد النعم كلها بجد. ساعة ما أفتكر، أنا يوم ما هفتكر اللحظة دي وأنا قاعدة هنا وأنا قاعدة والمسجد دوت في ظهري، أكيد هيبقى عندي شعور غير طبيعي، هيخليني أعمل مليون حاجة هتردلي، تبقى زيادة في النعم اللي ربنا أذن وحطين وجابها لي. بس أنا اشتركت معاه، إحنا يعني زي ما بنقول إنتاج مشترك كده، في قوة فاعلة في حياتنا مع ربنا. لازم إحنا الأول نعرف دماغك بتشتغل إزاي، ونعرف إزاي إحنا نشكر صح عشان النعم تزيد في حياتنا صح. وأحكي لكم قصة ليها علاقة برضو بالمكان دوت. من كام سنة أنا كنت عايشة في أطوة، وكان في بحيرة جميلة جدا في ظهر البيت عندي. جيت في يوم لما كنا خلاص هنمشي، رحت كده اتمشيت هناك، وكان عندي شوية حزن كده إن أنا يعني هسيبها، لأن كنت بحبها. بعدين فجأة لقيتني بقول لنفسي، أنت زعلانة ليه يا أنفي؟ عشان يعني ليك مكاية تمشي وتسيبيها؟ ملك ربنا كبير، وأنا عارفة إن هو هياخدني وهيفرجني كل الملك ده. ومن يومها ابتدت بقى التغييرات اللي حصلت في حياتي، وتقريبا ما بقعدش شهر في بلد. انا اول فيديوهات ابتديت صورتها، صورت واحد في تركيا، الثاني صورته في القاهره، الثالث ولا في الاحلام كان هنا. بس هو كان عنده يعني خطه ليا، لان انا كنت مؤمنه بكده ان هو هيوريني كل حاجه في الدنيا دي، ومصدقه في كده كويس جدا. ففعلا لئن شكرتم لأزيدنكم، وربنا عند ظن بينا احنا كده، ظن انا في ايه بيوديني. انا ظنيت انه هيفرجني الدنيا كلها، فرجني من ضمنها المكان الجميل اللي احنا فيه دوت. فارجوكم بقى لما حد يجي كده عاوز يشكر ربنا، ما تقولش الحمد لله على كل حاجه وخلاص، ملهاش معنى. اقعد افتكر، اتعب مع نفسك شويه، مع اقعد افتكر هو عمل لك ايه. انا بقعد اكتب كل الحاجات الحلوة، وكل ما بشوف حاجة وبتخيلها بيبقى عندي شعور غير طبيعي، وببقى عاوزة يعني أعمل حاجات ما حصلتش. من هنا، من الشعور ده، من الشكر الحقيقي، مش الشكر اللي بالعقل ولا باللسان. كل سنة وانتم طيبين بقى، والفيديو جاي الله أعلم هيكون فيه، إن شاء الله يكون في حتة حلوة برضه. مع السلامة.